أطلق المجلس المحلي للشباب في بلدية القردة الشاطئ وبالتعاون مع وكالة الجهود التطوعية في بلدية القردة حملة تطوعية لصيانة وتشجير النصب التذكاري لمعركة شهداء قارة محروقة تحت عنوان غرس الوفاء في نصب الشهداء. استهدف النصب التذكاري لشهداء قارة محروقة من خلال تنظيف وطيلاء وتشجير النصب التذكاري والحملة، وطبعا الحملة مستمرة لتستهدف بعض المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية في نطاق بلدية القردة الشاطئ. نشكر فرسان التطوع لمشاركتهم في هذا البرنامج. تهدف هذه الحملة إلى تكريم ذكرى الشهداء والتأكيد على قيمة العطاء والتطوع في خدمة المجتمع. الحملة شملت أعمال تنظيف وطلاء النصب التذكاري بالإضافة إلى زراعة الأشجار داخل النصب لتعزيز جمالية الموقع والحفاظ على رمزيته. بين الشباب طرحنا لنا فكرة أننا احنا نديروا لمسة في البلاد وفي بالأخص محلة القردة الشاطئ. أول فكرة جت من الشباب أننا احنا ان ان نرتب المراكز العامة، وأول حاجة استهدفناها اللي هي النصب التذكاري متاع محروقة القارة. طبعا اللي استهدفناه أول حاجة هي التشجير والتزويق المقر. الحملة مستمرة وستمتد لتشمل المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية في بلدية القردة. مثل هذه المبادرات تساعد على تعزيز روح التعاون والحفاظ على المرافق العامة في البلدية وإضفاء لمسة جمالية للمدينة.